انا ميمكنليش نتناسى مع العائله ديالي، كنتمنهم كلهم يشوفوا فيا ويتبعوا هذا البرنامج هذا. العائله في التقار فهمتي، واخا انا ما غيجيبني حتى مشكل ولا شي حاجه، ممكن تقلع العائله في التقار فهمتي، هذا هو اللي مهم. وعلاش؟ حيت ما غيبقاش ديك الحياء فهمتي، وداك الاحترام اللي كان من قبل، وداك صله الرحيم اللي كتكون في مجموعه ديال المناسبات المغربيه، عيد الكبير، عيد الصغير، رمضان فهمتي. يعني الا تناسبتي مع شي عضو عائلي عرف بان غيتفرك داك الشمل، ولا ما تسلح الحمارة كتقاد الزياره. بيرسونيلمون انا جو سوي كونتر هاد الموضوع هذا، كيف ما كنعرفوا مثلا الا شفنا في دول ديال الغرب غنلقاو هاد القضيه هادي ممنوعه. علاش؟ حيت زواج العائله اولا من غير اننا نهضروا ان دي بروبليم، وهادي كيكونوا فيه مشاكل مثلا في الامراض، يعني يقدروا كينتجوا عليه بعض الامراض، يعني حيت زواج الاقارب يعني كيكون الدي ان اي متقارب، كاين هادشي اللي كيولد دي مالادي، من غير ان لي بروبليم اللي كيدوزوا ما بين العائلات هادي، بحال مثلا يعني شي وحده مثلا تتزوج ولد خالتها ولا هادي، المهم راك عارف تينوضوا المشاكل هكا بين العائلات، من غير ان الامراض اللي كينتجوا على هاد الزواج هذا. وبالنسبه للزواج العائله كيبان لينا القضيه صعبه قليل فين كتنجح، لان تقريبا 2% اللي كتقدر تنجح ولا ما تنجح، لان صعيبه، لان كتوقع بزاف المشاكل بهكذا، بزاف الطرق، وبعد مرات تيخرج حتى ذاك الانسان اللي كيتزاد ذاك الصبي او شي حاجه كيخرج بواحد العاهه ذاتيه ما كتخرجش مزيانه، لان ديما انا كنفضل الانسان يتزوج بعيد على العائله، وتتبقى العائله العائله بواحد الدور ديالها، بواحد الاحترام، بواحد الاصاله بيناتهم. ولكن باش نوصلوا لذاك المستوى ديال الزواج ديما كتخلق حاجه ونزاعات، كتولي عندنا نزاعات حتى مثلا في الارث وشي حاجه. هنا كنفضل انها تكون ديما بعيده العائله على المساله ديال الزواج، وما كان ما احسن ما عطى الله. دابا الا بغى عطى الله الاولاد على برا، عطى الله البنات على برا، ويشوف الانسان المراه اللي كتجي مناسبه لا وكتنسجم معاه في الطريقه ديالو هو، وعاوتاني يشوف هو الراجل والمراه حتى هي الدور ديالها تشوف واحد الانسان على برا تنسجم معاه، وتيكون داك الشيء غير بمفاهمه بيناتهم، ما دورك مثلا ما لك وما عليك. زواج العائله يعني مزيان من ناحيه انكم كتكونوا كيعرفوا بعضياتهم كثار بزاف الحاجات، ولكن عاوتاني فيها سلبيات كثر من ديك الايجابيات ديالها، حيت الا كان مشكل بيناتهم بجوج كيولي مبين العائله، وكيولي قال قلتي دار درتي، كيولي مشاكل بزاف. قدروا هما كاع يتصالحوا، ولكن العائله كتولي باقا شاده داك الحقد بيناتهم والكراهيه، كيولي مشكل كبير، فمن الاحسن واحد يتفاداه. خويا زواج العائله ما خدامش، حيت تكونوا في اغلبيه صحابك باغي على قول مصلح شاك كذا منا شي حاجه، راه ما يمكن زواج العائله، فهمتي؟ هادشي اللي عندي، هادشي اللي نقول لك. بالنسبه لي انا ما يمكنش نتزوج بتعمي ولا بنت خالي ولا شي حاجه. زواج العائله مزيان وفي نفس الوقت خايب، يعني بعض المرات كيصدق وبعض المرات لا، ومن الاحسن تيقول لك ذاك المثل بعد من دمك لا يطلعك.